عليك مني السلام يا أرض أجدادي، لو نغنيها لكم كما كنا نغنيوها تشوفوا واش تأثر فيكم. لكن اليوم عندما نسمعها أنا ما تحركنيش تماما، لأن غيروا لها اللحن. كثير من الأناشيد والأنشودات تغيرت الوقع نتاعها، كان فيها حماس، كان فيها واحد الصلابة، واحد القوة، واحد يعني حب الجزائر يعني يبان في كل كلمة. الآن هل ترى العواطف نتاعنا ولات هبطت؟ لا أظن، ما زال الشعب الجزائري يحب الجزائر، وما زال الشباب الجزائري ماذا به يقدم الدليل على أنه يحب الجزائر وأنه سيخدمها إن شاء الله بما أتي من قوة. ولكن علينا أن يكون لدينا تطور متوازن. احنا في الأرشيف لو كان تعطيني ورقة قديمة وتعطيني ورقة جديدة أنا نتحرك بالنسبة للورقة القديمة. الرقم أنا مليحة، لكن كي تعطيني الورقة الملف الإلكتروني وتعطيني معاه الأصل، وين نروح؟ نخدم بالورقة المرقمنة، ولكن العاطفة نتاعي تروح للورقة القديمة، لأن فيه رائحة الأجيال.